هادي واش تسميتها هادي ولا حسيت بها والله لا هاكي 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 هالمسلمين تبقى ذكرى. يلا محبابي كي دايرين لاباس عليكم؟ بخير كنتمنى ان شاء الله نقصة سعيد موسيقى. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. المهم اليوم غندوز معكم نهاري وما تبخلوش عليا باللايكات. واليوم ان شاء الله انا غدا عند واحد القناه ان شاء الله، المهم نخليها مفاجاه. اليوم ان شاء الله ذات عندها بنيتها، بنتها ولدت بنيتها يعني ولات عندها حفيده، وهي صديقة ديالي وعزيزة عليا وكنعتبرها زعما شنو نقول لكم اخت وبحال خالتي وربي اللي عالم. وهادشي اللي كاين احبابي. ومهم انا دابا غادا لعندها وغادي نيت مسكينه نطلع عليها، حتى هي عيانه ضاربه البرد الشفاء العاجل. واليوم ما صورتش معكم، كنت البنات نصور معكم الصباح وداك الشيء، ساعه سعيد خسر لي البروغرام. كنا عوالين اليوم سبحان الله العظيم، كنت عواله نمشي نطلع على مرات الوسي كانت فتحات، كنت غنمشي نطلع عليها في الطباب وصدق خسر لي البروغرام، قال لي لا ما نمشوش حتى للعشيه نمشيو الصباح. ايوا مشينا دغيا غير نخطو فين ورجعنا مع الولد، كان خارج مع الوحده. انا كنت عواله زعما نمشي على خاطري في العشيه ونقص معها شويه وعاد نجيو. ساعه هو زربني قال لك لا نمشيو الصباح نطلعوا عليها حيت البارح فتحات وهادشي اللي كاين. واليوم في العشيه كنت عواله زعما مي غادي نجي غنشوف اما غدا واقيلا غادي نمشي. ساعه قلت صافي راه اليوم نمشي لعندها ونمشيو ناكلو الصفوف، بغيت نيت ناكل الصفوف ديال النفيسه وهذا ما كان. المهم بقاو معايا وراجلي لصقته وقلت لي والو غادي توصلني. والطريق صراحه قريبه، غير فين فين كاينه الحومه ديالي القديمه، فين كاينه دارنا. غير انا صراحه بغيت مازال زيد بيا ساعه اللي هيك غادي غادي ولا الدور مع الروبا حيت راه زنقه خمسه راهي صافي حطني غير هنا. يلا حبيبي بقاو معايا، انا دابا غاده راجلي موصلني ومنفخ. شي بعتوا انا اليوم جيت عند فدوى صح هادي جيت ناكل الزميت اختي عقلتي فدوى على الحلامه وا قلتي عليا قلتي لي حلمت والله القاسم يا اختي ديك الليله حلمت كناكل الزميته قول ليهم بعدو مني وليتي كتباني انت واخا نصورك ياكي واخا نصورك هيا جيت شنو سميت القناه بعدا مشات ليا ويلي لا ويلي وحده غا سميتي فقستين حيت بلاش عرفتي شحال مره شحال مرة بدلتي على قناتك؟ انت عندك زهرة أكثر من زهري، كنتي دايرة أم البنات. قناة فدوى ياكي قناة فدوى. 81 ها؟ قناة فدوى 81 ما بعدش هاد المرة بزاف. مبروك أختي الزيادة. الله يبارك فيك، يجي في قلبك حتى. طلع لها رزيق جديد. آمين. ياك فدوى. ها فدوى. شو سميتو بعدا؟ تاجدين سماه بهيو. تاجدين هي فدوى ولات جدة ولات جدة. ويلي المرة الثانية. شرفوك أختي. وهي براء ها هو قالت لي مركبه قلت لها لا لا هذا ولدك جارتي قالت لي وليدك وانا نقول لها راه كنصور قالت لي قالت لي راه ولدك هذا شي 10 ايام واقيلا ياك فاطمه قالت لي بنيتك ولا قلت لها لا راه وليد وليد بحال هكا بقينا قلت لها لا راه ولد بنتي وليد تقول لي ربي صغيره بحال ماما بحال ماما لا والله حتى ولد بنتي ماما ماما حتى هي ماما كيشهقوا دابا الا مشينا لشي بلاصه قالت لي عندك في القناه ديك النمبر دخلت والله الا درتي ليها بسلامتك 81 زياده ولدت ولدت تا ماما تقول لي انا شفتي القناه ديال سناء ها حفيدي وحفيدي الثاني شتي والله الا ما شاء الله تبارك الله عليكم شفناكم بعين الرحمه تا ماما تا ماما كيقولوها ليا والله الخاصه سير ماما مسح شنو سميت بنتك بعدا كتمشي ليا سكين عرفتي ماما كنمشيو لشي مجمع تتبقى تقول كيبقاو يقولوا ليها واش هذا حفيدك ودابا هادي غيبقى يقول لها خالتي وكنجيو كاملين المرض وحق الله هادي السلطانه صغيره تي تي قول فاطمه سناء مرحبا بكم مرحبا بكم ربي يخليك حنا ناكلوا داك السفوف اللي حلمت به عليا السر ويلي قالت لك باش نولد عطاتني الحسوه ديال نفسات ياك ديال نفسات بغات تولد ها انتما فيها الحلبه والرشاد والسحطر وفليو شنو حدا انا واحد حتى هي واحد المراه ظريفه تلاقيت معها جارت في الدواء ايوا عاد دالو في المنطواري شوفوا شوفوا على بلبوله نطوقها ونرد عليكم ما انا تظنكش عندك اختي طاح عليا السر ايوا شتي يا ربي تخرج ان شاء الله من عندي تخرجي من عندي الشهر اللي ان شاء الله دابا راه وليدك هذا لا اختي ولد امي هذه اختي ها وليدي ها ولده هو براء
براء حتى تنبوسو تنقولوا ما بغاش ربي عليك علاش كي درتو الغرض براء هو الخبزه واش نحماق عليه ثاني براء كدق انا صحابني الماء لا واعره واعره في دواء ما عطيتش مشات الوصفه ما عطيتش مشات حتى شي حاجه ويلي ورا من هي عرفتي ما كنحكش راسي ما كنحك راسي عمي كيحمقني براء تيقول لي امي ما امي والله الا جات البيضه نسيت عليا البلبوله كنديرها في الدار انا في ليون انا نسيت نتحك في راسي لا لا والله تا واعره هانتوما المتابعين عندي شي وحده زعما هيا سناء راه كنصورك انا الاخرى قالت حميد انا نقول له راجلي اجي يا ادريس شرب شرايبه من هنا وانتوما شحال كبروا الشال رجالاتهم غير شنتو علينا يا اختي انايا مالنا رجالنا ديال كيما مشات ديك الدراجه صاحبتي مشات ديك الدراجه سكتي دابا يشوفونا حيدوا لينا القنوات لا اختي رجالنا تهز راسنا ولا اختي ما كيعجبنيش انا راجلي كيقولها ليا كنقول لك يجاك طيب قبل درت ليه الدجاج بالضغميره قال لي قال لي باش ما تشنتيش قال لي الا شكرت فيك كتشنتي كيبغيش يشكر فيا انا تيقول لي اختي انا نشكر فيه انا اختي باش ما يشنتش انا ما تفوتيش الحدود غنبقى يطير عليا القناوي انا باش تونسي انا في الليل كيجي كيبقى يراقبني في الفيديوهات كيقول لي هي حسبتي على الفيديوهات حسبتي على الفيديوهات قال لي ايوا انتي جالسه كتقولي لي على ليا المصروف انتي تشيطي وتديري تديري ويلي 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 قال لي راه شفتها في الفيديو ويلي حيت انا باقا صمت حتى انا واحد النهار قلتها لهم كم درت ربيعه في اليوتيوب شفتها في اليوتيوب وراه انا باش درت لهم الربيعه واحد المره هو يقول لي كتجمعي انا كندوز في الجمعيات اين جمعيات؟ جمعيات ديال العنف وديال المراه وديال الطفل انت من خرطه فيهم مزيانه انا اللي بنت ما ديك دي 45 دقيقه كندوز فيها ما عمري شفتها دايره جلابه خضراء دقيت الباب بحال هكا وحلت لي دايره شعرها بحال عايشه الشنه شوفوا من الصباح وانا كنحك في عينيا رديت ضفاري كحلين دار كنت دايره لو تخيل عينيا اليوم ما خرجتش بالقصيصه حيت كنت دايره عاوتاني الزيت لشعري البارح قلت لكم درت الزيوت لشعري ماشي الزيوت هذيك الزيت شققت بها شعري وقلت لكم غندخل ندوش ودخلت مزدقت ما دوش جات واحد الشتيوة ومشكت عليكم بديت كنحفظ معتمد واحد الديالوج ما بغاش يدخل ليه وصافي وشدني شي وجع وشي حريق صافي دخلت كيت نعست اليوم الصباح كنت ناويه نوض نغسل خصني ندير هكذا غنبان بحال الحوله قلت لكم اليوم كنت ناويه ان شاء الله نوض نغسل صدقت كاع عاودت لكم مشيت طلعت على مرات لوسي جيت عاوتاني مشيت لعندهم دابا ان شاء الله البنات غنمشي نحيد حوايجي وندخل نضرب واحد الغسله انا ديجا انا غاسله يعني نقيه غير انا شققت شعري بالزيت انا ديجا هاد الزيت يعني عادي كتشقي به شعرك دابا راه كنت دايره القب خفت هدا نوسخو كنبغيش اختي نوسخو كيبغي عرفتي شحال من عام عندي وبيض ما كنوسخوش قلت لكم احبابي كنت باغيه شوفوا هنايا الكاميرا كي دايره شفتوا شوفوا وجهي كيفاش كان على برا في الزنقه وهنايا الدار التليفون كيبغي غير الزنقه كيبغيش الدار قلت لكم احبابي كنت باغا نغسلو ونصايبو وهذا ومهم خلي ان شاء الله تديرنا في دواء ديرنا الاسبوع ايوا هادشي اللي كاين احبابي عاد نصايبو الشعر ونديرو الماكياج وصافي هادشي اللي كاين وعجباتني القصيصه ما بقيتش كنرجع شعري نجبدو واصلا قلت لكم هاد الزيوت يعني تشقوا بهم غير شعركم يعني كيبقاو زوينين وان شاء الله ترقبوا غدا ان شاء الله نشارك معكم فيديو زباون وان شاء الله نبقى نحط لكم نحاول نبقى نحط لكم فيديوهات يوميا وانتم ما تبخلوش عليا باللايكات وهادشي اللي كاين دابا انا جيت عندي العشاء طايب كنت دايره واحد الدجاج بالضغميره راه قلتها لكم عند فدوى وما تنساوش تدخلوا عند قناه فدوى قناتها حتى هي زويونه قناتها شعبيه 100% وزوينه وقلت لكم بقى عندي شويه دجاج وغنوض ندير غير واحد الشليضه باقي واحد البانيني حتى هو غنسخنو المعتمد وصافي البنات الله يجعل البركه واصلا جيت مقهومه بهذيك البلبوله بالعشوب عتي بنينه بنينه الحمد لله غير جيت للدار وربي عطى خيرو ديال الشتاوات الحمد لله اللي ما صباتش عليا الشتا عندها عتي كون صبات الشتا كره ولينا كنقطرو مع الشارع شويه المسافه كره في الزقنا وهذا الشيء اللي كاين احبابي والله الا دوزت واحد العشيه وغزاله مبهجه وصراحه فدوى ظريفه عزيزه عليا بزاف كما قلت لكم كنعتبرها يعني
صديقه كخاله كاخت ككل شيء، وهذا الشيء اللي كاين. وكنقول لها من هذا المنبر مبروك عليك حبيبه ديالي، وليتي وليتي جده المره الثانيه. هذا الشيء اللي كاين، وغادي نقول لكم تصبحوا على خير. غير من عيني غيبان لكم، وشوفوا كي جلخت عينيا بلوطخي، درت لوطخي بقيت حك 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 حك. كنبغيكم بزاف وتصبحوا على خير، ونتمنى يكون عجبكم هذا لا فيديو. دمتم في رعايه الله وحفظه.